أعلنت إسرائيل يوم الأربع أن 10 من جنودها قد قتلوا في الساعات الـ24 الماضية، من بينهم ضابط برتبة كولونيل عقيد في لواء جولاني للمشاة وملازم قاد كتيبة في لواء جولاني. وهذه هي أكبر خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في يوم واحد منذ مقتل 15 في 31 أكتوبر تشرين الأول. أعلنت إسرائيل يوم الأربع تكبدها أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواتها بقطاع غزة، في وقت بتواجه فيه عزلة دبلوماسية متزايدة مع ارتفاع عدد القتلى من المدنيين وتفاقم كارثة إنسانية في القطاع، ويدور قتال عنيف في شمال القطاع وجنوبه بعد يوم من مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وأفادت الدولة العبرية بأن 10 من جنودها قد قتلوا في الساعات الـ24 الماضية، من بينهم ضابط برتبة كولونيل في لواء جولاني للمشاة وليفتنانت كولونيل قائد كتيبة في لواء جولاني. وهذه هي أكبر خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في يوم واحد منذ مقتل 15 في 31 أكتوبر تشرين الأول. وذكر الجيش الإسرائيلي أن أغلب القتلى سقطوا في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع، حيث نصب كمين للقوات وهي تحاول إنقاذ مجموعة أخرى من الجنود الذين هاجموا مقاتلين في أحد المباني. وقال مسؤول بالجيش الإسرائيلي إن إسرائيل دفعت ثمنا غاليا جدا في الحادث.